السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج بعد المداولة. هذا البرنامج الذي يسعى دوما إلى نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية بين السادة المشاهدين حول قضايا يعيشها الناس، إلا أن الكثير منا يجهل أو ليست لديه الصورة الواضحة عن الملامح القانونية لهذه القضية أو تلك. قضيتنا لهذا اليوم هي عن الأخطاء الطبية، هذا الموضوع اللي نوهت عنه بالحلقة السابقة، هذا الموضوع اللي يشغل الكثير والكثير من الناس بسبب ما يعيشون من أخطاء طبية قد يتعرض إليها البعض من الناس، وقد يتعرض إليه أصدقائنا أقربائنا. المهم أعزائي المشاهدين، حلقتنا هذا اليوم راح تكون عن الأخطاء الطبية، وإلى مزيد من التفاصيل وبعد الفاصل. الطب مهنة إنسانية أخلاقية، مهنة راقية، مهنة علمية، كونها تمس حق الإنسان في الحياة وتمس حق الإنسان في سلامة جسده. وللتقدم العلمي آثار الواضحة على هذه المهنة، بحيث بدأت تتخطى هذه المهنة حدود الوقاية من الأمراض والعلاج من الأمراض إلى فضاءات أوسع، وهي فضاءات إشباع رغبات وحاجات الإنسان المادية والمعنوية، وعلى سبيل المثال للحصر تحديد جنس المولود، أو جراحات التجميل التي يشبع فيها الإنسان رغبته في الوصول إلى الكمال. مع كل هذه الآثار الإيجابية التي حملها التقدم العلمي في مجال الطب، إلا أنه مع ذلك نجد بأن لهذا التقدم آثار السلبية، آثار السلبية التي نلاحظها في فشل بعض العمليات الجراحية، في المخاطر التي يتعرض لها بعض المرضى نتيجة استخدام التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، المخاطر والمضار التي يتعرض لها البعض بسبب استخدام هذا الدواء أو ذلك الدواء. إذن مع كل ما يحمله التقدم العلمي من إيجابيات، إلا أن السلبيات موجودة، وهي السلبيات اللي ذكرتها لحضراتكم. طبعا في بداية الحلقة وقبل الخوض في التفاصيل، أحب أن أبحث في العلاقة القانونية التي تربط بين الطبيب والمريض. ما هي طبيعة هذه العلاقة القانونية؟ فقهاء القانون انقسموا إلى فريقين بصدد التكييف القانوني لهذه العلاقة. البعض يراها علاقة عقدية، أي بمعنى أن العلاقة بين الطبيب والمريض هي عقد، مثل عقد الإيجار اللي يبرم بين المؤجر والمستأجر، مثل عقد البيع اللي يبرم بين البائع والمشتري، مثل عقد المقاولة الذي يربط ما بين صاحب العمل والمقاول. إذن حسب الرأي الأول أو حسب رأي الفريق الأول، العلاقة بين الطبيب وبين المريض هي علاقة عقدية. بينما هنالك فريق آخر ينكر هذه العلاقة العقدية، يرى بأن العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة محكومة بالقانون، فالقانون هو الذي يفرض على الطبيب التزام باتباع أصول وقواعد مهنة الطب، وليست العقد المبرم بين الطرفين. ولهذا الرأي حجج وأدلة كثيرة، منها أن المريض في الحالات الطارئة، في الحالات الحرجة، حيث يكون فاقدا للمريض، حيث يكون فاقدا للوعي، حيث يكون فاقدا للإدراك، كيف له أن يتعاقد مع الطبيب؟ حتى أن القاضي عندما يبحث في نزاع قضائي حول خطأ طبي، فإنه لا يبحث عن عقد مبرم بين الطبيب والمريض، وإنما يبحث في نصوص القانون التي تفرض على هذا الطبيب اتباع أصول وقواعد معينة تمليها عليه مهنته، مهنة الطب. السؤال واضح عندكم أعزائي المشاهدين، ما هي العلاقة بين المريض وطبيبه؟ هل هي علاقة عقدية؟ جاوبت عن هذا السؤال بأن
هذا السؤال انقسم بشأن فقه القانون أو فقهاء القانون إلى رأيين وضحتها لحضراتكم. ننتقل إلى سؤال آخر، هذا السؤال أيضا يتعلق بموضوع حلقتنا لهذا اليوم أو بقضية الحلقة، هل إن أخطاء الأطباء تنحصر في نطاق العمليات الجراحية؟ الجواب بالتأكيد كلا، لأن دور المريض أو دور الطبيب لا ينحصر في إجراء العمليات الجراحية فحسب، وإنما دور الطبيب يبدأ من تشخيص المرض إلى وصف العلاج ثم تقرير أو اتخاذ القرار بإجراء العمليات الجراحية وإجراء العمليات الجراحية، ومن ثم مراحل أخرى تتبع مرحلة إجراء العمليات الجراحية. فالخطأ المهني اللي ممكن أن يرتكبه الطبيب ممكن أن يبدأ من مرحلة التشخيص، وهي مرحلة أعتقد حضراتكم تتفقون وياي والسادة الأطباء أيضا يتفقون وياي، هي مرحلة مهمة جدا جدا، لأن الخطأ المهني في مرحلة التشخيص يبنى عليها أخطاء في المراحل التالية. مع ذلك الخطأ في التشخيص في المجال الطبي مبرر، لا يحمل الطبيب أي مسؤولية إلا إذا كان يدل دلالة واضحة على جهل هذا الطبيب بأصول مهنته، فعندئذ يتحمل المسؤولية القانونية أيا كانت، سواء كانت تلك المسؤولية مسؤولية جزائية أو مدنية أو حتى تأديبية بحسب النتائج التي ترتبت على هذا الخطأ في التشخيص. بعد مرحلة التشخيص عندنا مرحلة وصف العلاج لعلاج المرض الذي يعاني منه المريض. الخطأ المهني في هذه المرحلة أعزائي المشاهدين أيضا وارد، من الممكن أن يخطأ الطبيب أن يرتكب خطأ مهنيا في وصف العلاج للمريض، بحيث يتحمل المريض مخاطر علاج معين كان من الممكن للطبيب أن يجنبه تلك المخاطر لو لجأ إلى علاجات بديلة وأخرى. قد يخطأ الطبيب في اتخاذ قراره بإجراء العملية الجراحية، الطبيب يقرر لك إجراء عملية جراحية مع أنه كان بالإمكان علاج الحالة دون اللجوء إلى إجراء العملية الجراحية، كان بالإمكان علاج المريض باستخدام عقاقير باستخدام تقنيات طبية، أيضا هذه صورة من صور الأخطاء الطبية التي يسأل عنها الطبيب. بعد إجراء العملية الجراحية أو أثناء إجراء العملية الجراحية، لنستعجل، أثناء إجراء العملية الجراحية يرتكب بعض الأطباء أخطاء قد تنتهي بوفاة المريض. المرحلة التي تعقب إجراء العملية الجراحية وهي مرحلة الإفاقة، هذه المرحلة أيضا من المراحل المهمة التي تحتاج إلى إشراف طبي، تحتاج إلى متابعة نبض المريض، قياس ضغط الدم، قياس حالة التنفس، لأنه لو ترك المريض دون عناية طبية في هذه المرحلة أيضا قد يتعرض إلى نتائج خطيرة وقد تنتهي بوفاة المريض. إذن الخطأ الطبي لا ينحصر في إطار أو في نطاق إجراء العمليات الجراحية، وإنما يتعداها إلى مجالات أخرى. أيضا عندي سؤال آخر ظهر على الشاشة، هل وفاة المريض هو أو هي النتيجة الضارة التي يسأل عنها الطبيب مسؤولية قانونية؟ يعني الطبيب لا يسأل قانونا عن الأضرار التي تصيب أو التي تصيب أو التي تلحق بالمريض إلا إذا كانت هذه النتيجة الضارة متمثلة بالوفاة فقط؟ الجواب بالتأكيد كلا، الطبيب يسأل عن أي أضرار تلحق بالمريض نتيجة الخطأ نتيجة الخطأ المهني الذي يرتكبه الطبيب، سواء كانت تلك الأضرار مادية أو أدبية. لربما حضراتكم تسألوني شنو المقصود بالأضرار المادية وشنو المقصود بالأضرار الأدبية. كفكرة مبسطة لحضراتكم، الأضرار المادية هي الأضرار اللي تصيب جسد المريض وتشمل حالة الوفاة، حالات العاهات
المستديمة التي يتعرض لها المريض نتيجة الأخطاء الطبية، حالة العجز الكلي أو الجزئي الذي يتعرض له المريض أيضا نتيجة الأخطاء الطبية، هذا بالإضافة إلى حالات التشويه وما شابه التي يتعرض لها الطبيب بسبب التي يتعرض لها المريض بسبب أخطاء الأطباء المهنية. بالإضافة إلى كل هذا، من قبيل الأضرار المالية أيضا النفقات اللي يتحملها المريض في سبيل إزالة آثار الأضرار التي تخلفت عن أخطاء الأطباء المهنية، كذلك تشمل الأضرار المالية حرمان من كان يعيلهم المريض الذي توفى نتيجة الخطأ المهني، حرمانهم من مورد الإعالة اللي كان يعيلهم المريض قبل وفاته. أما الأضرار الأدبية فهي الأضرار المتمثلة بالآلام اللي يشعر بها المريض نتيجة الخطأ المهني للطبيب، هذا بالإضافة إلى الأضرار اللي تمس مشاعر هذا المريض بسبب التشويه اللي تعرض له أو بسبب فقدانه لعضو من أعضاءه أو لأي نتيجة ضارة عانى منها المريض بسبب خطأ الطبيب المهني. سؤال آخر يظهر عندي على الشاشة، ما هي شروط الضرر الناتج عن الخطأ الطبي الموجب لدفع التعويض للمريض المتضرر؟ طبعا الضرر الذي يصيب المريض والذي يمكن معه مطالبة الطبيب بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية المدنية، أولها أن يكون هذا الضرر شخصي. شنو معنى أن يكون الضرر شخصي؟ لا يستطيع أي شخص أن يطالب الطبيب أو المستشفى أو المؤسسة الصحية بتعويضه عن الضرر اللي أصابه، وإنما يجب أن يكون المدعي بالدعوى هو المريض شخصيا أو وكيله أو من ينوب عن هذا المريض إذا كان هذا المريض قاصر، وفي حالة وفاة المريض ممكن للورثة إقامة هذا الدعوى. إذن الشرط الأول يجب أن يكون الضرر شخصيا. أما الشرط الثاني فيجب أن يكون هذا الضرر محقق. محقق يعني أن يكون هذا الضرر قد تحقق فعلا، أو أن يكون هذا الضرر مستقبلي سيقع في المستقبل ولكنه مؤكد التحقق. الشرط الآخر يجب أن يكون هذا الضرر مباشر، أي أن يكون هذا الضرر نتيجة مباشرة لخطأ الطبيب المهني. أما الشرط الرابع والأخير فيجب أن يكون هذا الضرر قد أصاب حق أو مصلحة مشروعة للمتضرر، كحق الإنسان في الحياة، كحقه في سلامة جسده، أو مصلحة مالية كمصلحة أشخاص كان يعيلهم المريض قبل وفاته، هذه الوفاة التي حدثت نتيجة الخطأ المهني. أيضا من ضمن المواضيع اللي راح نتناولها هذا اليوم في لقائنا والتي تتعلق بموضوع الحلقة الأخطاء الطبية، موضوع هل يلتزم الطبيب بضمان النتيجة اللي يطلبها المريض؟ أي بمعنى آخر، هل التزام الطبيب اتجاه المريض التزام بتحقيق نتيجة، بحيث إذا لم تتحقق هذه النتيجة يسأل الطبيب أمام المريض مسؤولية قانونية؟ القاعدة إن التزام الطبيب ليست التزام بتحقيق نتيجة، وإنما على الطبيب أن يبذل مقدار من العناية، أن يبذل جهد معين هادفا تحقيق النتيجة اللي يريدها الطبيب واللي يريدها المريض في نفس الوقت. لكن إذا تحققت هذه النتيجة أم لم تتحقق، فهنا لا يمكن الجزم بوجود مسؤولية على الطبيب، لأن أرجع أكرر التزام الطبيب كقاعدة لا يعد التزام بتحقيق نتيجة، وإنما هو التزام كما نسميه بلغة القانون التزام ببذل عناية. لكن دائما بالقانون عندنا قاعدة وعندنا استثناءات على القاعدة، فنريد نتعرف ما هي الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة، القاعدة المتمثلة بأن الطبيب لا يمكن أن يضمن للمريض النتيجة المطلوبة 100%. إذن ما هي الاستثناءات على هذه القاعدة؟ الاستثناء الأول حالة وجود اتفاق،
قد يتفق الطبيب مع المريض على أن يحقق له النتيجة المطلوبة ويضمن له تحقيق هذه النتيجة. ففي هذه الحالة يكون هذا الاتفاق ملزم للطبيب، يعني الطبيب هو ألزم نفسه بهذا الاتفاق بأن يحقق النتيجة المطلوبة. في الجراحات التجميلية هنالك رأي، ورأي له انتشار واسع، بأنه في الجراحات التجميلية المريض لا يهدف الوقاية من مرض معين، لا يهدف العلاج من مرض معين، وإنما يهدف الوصول إلى الكمال في شكله ومظهره. لذلك هنالك رأي، وهو رأي له صدى قوي كما يقال، بأن هذه الجراحات يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة. ولو اليوم أنا التقيت مع أحد الأخوان أطباء التجميل، ذكر لي بأنه هذا الكلام ليست دقيق وليست مقبول لدى أطباء التجميل بما فيهم الطبيب المتحدث، لأن هنالك عوامل عديدة تساهم في تحقيق النتائج الطبية. هذه النتائج لا تتوقف على جهود الطبيب، وإنما هي نتائج أو هي عوامل عديدة تساهم في تحقيق النتيجة، منها قابلية جسم المريض، مناعة جسم المريض، عوامل وراثية إلى آخره. يعني ذكر لي الأخ الدكتور تقريبا 11 عامل تساهم بمجموعها في تحقيق النتيجة الطبية. فالنتيجة الطبية لا تتوقف على جهود الطبيب فحسب، وإنما تساهم في تحقيقها عوامل عديدة. أيضا من بين الحالات اللي أيضا اطلعت عليها والتي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة للمريض، هي حالة نقل الدم أو نقل المحاليل الطبية أو التطعيم. في هذه الحالات الطبيب يلتزم بتحقيق نتيجة معينة، والمسألة لا تتوقف عند بذل جهود معينة بغض النظر عما إذا تحققت النتيجة المطلوبة أو لا. وأكيد حضراتكم سمعتوا وكلنا سمعنا عن مسؤولية المستشفيات ومسؤولية الأطباء عن حالات تم فيها نقل دماء ملوثة إلى المرضى، بحيث هؤلاء المرضى أقاموا دعاويهم على المستشفيات وعلى الأطباء، وكانت النتيجة أنه قررت المحاكم الحكم لمصلحة هؤلاء المدعين ضد المستشفيات وضد الأطباء اللي نقلوا دماء ملوثة إلى المرضى. أيضا الطبيب عندما يستخدم التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة عليه أن يضمن للمريض النتائج الطبية المطلوبة نتيجة استخدام هذه الأجهزة وهذه التقنيات. يعني أنا اطلعت على قرار لأحد المحاكم، هذه المحكمة حملت الطبيب المسؤولية القانونية عن الحروق اللي تعرض لها جسد المريض بسبب اللهب المنبعث من مشرط كهربائي كان يستخدمه الطبيب الجراح أثناء إجراء العملية الجراحية، وأيضا حالة استخدام الأعضاء الصناعية والتراكيب الصناعية للمرضى. هنا يسأل الطبيب عن نتيجة هذه التراكيب وهذه الأعضاء، أي بمعنى آخر يضمن النتيجة للمريض بحيث يكون مسؤول عن سوء تصنيع تلك التراكيب والأطراف، ويسأل كذلك عن عدم ملائمة حجمها لجسم المريض أو عدم قدرتها على أداء الوظائف المرجوة منها. يعني هذه الحالات اللي ذكرتها تعتبر حالات استثنائية على القاعدة المتمثلة بأن الطبيب لا يضمن النتيجة 100% مثل ما يقولون للمريض. أعزائي المشاهدين، عندنا استطلاع بخصوص قضية البرنامج، خلينا نشوفه سوية ونرجع نواصل. السلام عليكم. أبرز الأخطاء الطبية في مجال طب الأسنان هو أنه الطبيب لازم أول شيء لما يجي المريض يفحص ويشخص ويعرف شو عنده مشاكل. فالأخطاء هي أنه ببلش دغري شغل بدون ما يعرف شو هي المشاكل يلي عند المريض من أمراض عامة، من أدوية بتناولها، بالإضافة أنه ممكن يبلش دغري شغل بدون التشخيص مثل ناحية ابتسامة، فهو لازم يشخص لها مزبوط، يعمل لها تصميم على الكمبيوتر وبعدين يبلش بالشغل.
نعم، طب الأسنان فيه اختصاصات كثيرة وأكثر حتى من مجال الطب، يعني في فوق العشر اختصاصات، وللأسف نحن كثير بنشوف في أطباء بيشتغلوا باختصاصات مو اختصاصهم. طبيب ممارس عام بتلاقي بيشغل كل شيء، تقويم وجراحة ولسة ولبية، وللأسف طبعا النتيجة ما بتكون جيدة 100% مثل لو طبيب اختصاصي عم بيشتغل بالحالة تبعته. فنحن بننصح أنه كل طبيب يشتغل في مجال اختصاصه، منه أول شيء من شانه ومن شان سمعته، وثانيا مشان يفيد المريض، لأنه حرام المريض عم بيجي وعم بيدفع مصاري، فمشان يكون الشغل بنوعية جيدة جدا. نعم، نحن بنصلح أخطاء أطباء، بنشوف مثلا بيجينا مريض عنده مشاكل بالأسنان، بتبين طبعا بعض الفحص السريري والشعاعي وأخذ القصة المرضية من المريض، فخاصة ضمن أنا اختصاصي مثلا مختص بمجال التعويضات الثابتة والتجميل، فبلاقي مثلا مريض عامل تركيبات للأسف سيئة، مثلا حوافة غير منطبقة مزبوط، تلاقي التهابات اللثوية حولها، تلاقي غير تجميلية، حتى لونها غير ملابق للأسنان اللي المجاورة. فنحن بهالحالة منصلحها طبعا، منشيلها، منحط مؤقت، منعمل معالجات اللثوية، وبعدين نعطيه التعويض يلي هو بلائم حالته ضمن الشكل واللون يلي يعطيه الابتسامة الجميلة. قلنا ان الاخطاء انه تعتمد على عده عوامل. اولا خلينا نبالغ انه الطبيب ما ممكن يخطا خطا متعمد، لانه مرض التحرج احنا نقسم انه احنا نساعد المريض مو نخطا وياه في شيء. فالاخطاء تكون اما مثلا عدم كفاءه الطبيب في مجال اختصاصه، المساعدين للطبيب ممكن يخطئون وهم تنحسب على الطبيب، البيئه اللي يعيش بها المريض قد ممكن ينتج عنا التهابات في الجروح او في شيء من هالقبيل، يعني هاي هم تابع للطبيب. المريض نفسه عدم التزامه بنصائح الطبيب، المريض نفسه من عدم التزام بنصائح الطبيب بعد العمليه وبعد العلاج هم ممكن يؤدي الى اخطاء هم تحسب على الطبيب. فهي عده عوامل. فاحنا نجي مثلا على الطبيب اللي خلينا نقول خطا لعدم كفاءته. فالاخطاء هم تنقسم الى قسمين، اخطاء ممكن تصليحها بشيء بسيط، وممكن تكون اخطاء يعني قد تكون صعبه كلش، اللي ممكن تكون قاتله، وممكن تصليحها يكون في شيء كلش صعب على المريض. فهنا يجي يدخل دور القضاء، خلينا نقول يحدد منه السبب، او اللجنه الطبيه تبع تحدد منه سبب هذا الخطا القاتل اللي صار. فبقيه الاخطاء اللي نقول بها مثلا خلينا نقول عمليا سويناه هو التهاب الجرح. الالتهاب قد يكون تعقيم مو زين في مكان العمل، اللي هو شخص معين هو مسؤول عن التعقيم ما قام بواجبه، فممكن يؤدي الى التهاب في الجرح. قد يكون مثلا المواد المستعمله هي مواد خلينا نقول مو اصليه، مو زينه، مو نوعيات مصادر موثوقه، مثلا قد يسوي لها مشاكل بالعمل. يعني المساعدين ما مهتمين بالشغل، فما معقمين ايدهم وهم مشتغلين هالعمليه، وهذه هم يعني تنحسب انه هو صار خطا طبي. وبالضبط الاخطاء الطبيه اي المريض مثلا، هواي من المرضى احنا ننصحهم مثلا تسوي كذا كذا ما بعد العمليه، والعنايه مالتك كذا كذا، والعلاج في هاي الاوقات تاخذه، وهيك تغسل هيك تنظف. بس يجي مثلا بالبيت يجي عم خاله شيخ عشيرته يقول له والله اني فلان قال لي مي ليلو حجرح وانت تبقى شهر، هو بس من وحده صار عندنا هيك شغلات، او مثلا طب عربي يستعمل او شيء ما يتبع نصيحه الطبيب، فهمت، تؤدي الى مشاكل بالجرح والشغلات. فهاي الاخطاء اللي تصير عندنا اكثر شيء. نعم نعم، أخطائي وأخطاء غير، يعني إحنا ماكو طبيب ما يخطأ، يعني اللي يقول لك أنا ما أخطأ فهو كذب عليك. ماكو إنسان ما يخطأ، يعني كلنا إحنا أخطاء، بس قلت لك أكو أخطاء ممكن تصليحها وأكو أخطاء صعب تصليحها. فطبعا قمنا صلحنا أخطاء غيرنا، وعادة يعني إذا أكو مجال نتصل بالطبيب المعالج قبل، يجوز هو يكمل هو يصلح الخطا، يعني ما يعني هو صح المريض راجعنا إلنا، بس احنا اذا الطبيب هو يقدر يصلح يعني بالعكس هو تصليحه يكون احسن من، يعني هو يعرف شو مسوي بالعمليه وفي الجرح. فننصح انه يرجع للطبيب نفسه يصلح له. اذا الرجال صادق وامين وقال اني هذا خطا ما اقدر اصلحه، يلا يصير في اللجنه مثلا نجي اطباء احنا بيننا هذا تصليحه ممكن يكون بهالطريقه بهالطريقه، هذه نسوي له المريض ان شاء الله. بس عاده اكو اخطاء يعني والله 100% بس رب العالمين يعطيك 100%، احنا كلنا عبد الله، ايش قد ما نعطيك هو اقل من 100%. صحيح. وعاده يعني هاي المال احنا هواي تواجهنا دكتور هاي العمليه تنجح 100%، فرضا العمليه ناجحه 99%، اذا هو المريض من ضمن ال 1% فبالنسبه له هو 100% فشل، تمام؟ يعني صحيح نسبه العمليه هاي نجاحها 100% 99%، بس ال 1% للمريض هو فشل.
ولذلك الانسان المفروض ما يسال عن هالشيء هذا. اي يعني يقول مثلا العمليه ما تشقد تطول، ايش قد اللقاها مالتي، ايش قد العلاج اللي احتاجه، يعني هالشغلات يعني. بس نجاحها وفشلها يعني هي تبين بعد العمليه يعني. مرات يجون مرضى يعني يسالون على انواع عمليات هم ما محتاجيها ويردون يسووها يعني. فاحنا نحاول اولا نقنع المريض انه تفكيره بهالطريق خطا، ونتيجه العمليه دا يفكر بها ما راح يرهم وياه وراح يتندم بعد ما يسويها. واكو امثله نقدر نشوف صور مثلا يعني بالكتب بالمجلات شيء مثلا امثله المرضى اللي سووا هيك مثلا شلون تندموا وبعدين سووا العمليه هذه. فنحاول نقنع المريض. فرضا ما اقتنع المريض واكو صدق يعني بالمية عشرة ما يقتنع يريد يسويها يعني، هذول راح يصيرون صيده سهله للاطباء اللي يصطادون هيك ناس يعني. مثلا يريد يشتغل بيش مكان ووين مكان وشلون مكان، فهذول يصيرون صيد سهل لهيك نوع من الاطباء مع الاسف. وبعدين راح يرجعون مثل ما قلت الاخطاء الطبيه اللي راح تجي تعال نصلح. اعزائي المشاهدين، اعتقد طلعتوا حضراتكم على التقرير الخاص بقضية البرنامج، وبعد هذا الاستطلاع أو بعد هذا التقرير نواصل مع فقرات قضيتنا لهذا اليوم وهي عن الأخطاء الطبية. بما أنه قضيتنا لهذا اليوم عن الأخطاء الطبية، نريد نعرف ما هو المعيار اللي نقيس به الخطأ الطبي، يعني شلون نعرف أنه هذا الطبيب ارتكب خطأ مهني أم لا. المعيار في الحقيقة يتمثل بأن الخطأ المهني أو الخطأ الطبي المهني هو انحراف في سلوك الطبيب أثناء مزاولته لمهنته عن السلوك الواجب اتخاذه من قبل طبيب آخر في نفس المستوى العلمي في نفس التخصص لو وجد في ذات الظروف اللي وجد بها اللي نوجد بها الطبيب اللي نريد أن نسأله مسؤولية قانونية، سواء كانت مسؤولية مدنية أو جزائية أو حتى تأديبية. يعني الطبيب اللي دريد نقرر ما إذا كان مسؤول أو لا، نقيس سلوكه، هذا السلوك هذا هذا الخطأ أو هذه الممارسة اللي مارسها كان ممكن أن يمارسها طبيب آخر في نفس تخصصه في نفس مستواه لو وجد في ذات الظروف. إذا كان الجواب لا، يعني الطبيب اللي دنقيس عليه يعني ما كان من الممكن أن يرتكب هذا الخطأ، إذن في هذه الحالة يوجد خطأ مهني صدر عن الطبيب. أما إذا كان الطبيب اللي دنقيس عليه كان من الممكن أن يمارس نفس السلوك أن يباشر ذات السلوك المهني، فعندئذ تنتفي المسؤولية في جانب الطبيب اللي قضيته قيد التحقيق أو منظوره أمام المحكمة سواء كانت محكمة مدنية أو جزائية. إذن هذا هو المعيار اللي نستند عليه عند رجال القانون عند القضاء لتقرير مسؤولية الطبيب من عدمها. أيضا من النقاط اللي حبيت أيضا أن أثيرها في لقائنا لهذا اليوم حول قضية الأخطاء الطبية، هل يمكن إجراء العملية الجراحية للمريض دون موافقته؟ الأصل أو القاعدة بصدد هذا السؤال تجاوبنا عنها المادة 91 الفقرة 4 من قانون الصحة العامة. هذه المادة بفقرتها تشترط موافقة المريض على إجراء العملية الجراحية له. أما إذا كان المريض فاقد الوعي أو قاصر فهذه الموافقة يجب أن تصدر من أحد أقرباء المرافقين للمريض. مع ذلك عندنا حالات استثنائية يلزم فيها الطبيب بإجراء العملية الجراحية للمريض حتى بدون موافقته أو موافقة ذويه، وهي الحالات الحرجة أو الحالات الطارئة التي تستدعي فيها حالة المريض إجراء العملية الجراحية خلال وقت زمني قصير من وصوله للمستشفى. يعني عندنا حالة الحالات الطارئة يجب إجراء العملية الجراحية للمريض خلال 24 ساعة من وقت وصوله للمستشفى. حالة الحالات الحرجة كما تسمى عند أهل الطب يجب إجراء العملية الجراحية خلال ساعة. ولكن هنالك حالات أخرى هي حالات
تسمى بحالات العمليات الجراحية الانتقائية أو حالات العمليات الجراحية الباردة. في هذه الحالة يكون أمام الطبيب وأمام المريض متسع من الزمن لأخذ موافقة المريض على إجراء العملية الجراحية. أيضا عندنا سؤال آخر أحب أن أثيره في هذه الحلقة في هذا اللقاء، ماذا يعني التزام الطبيب بالتبصير؟ يعني دائما نسمع بأنه على الطبيب التزام اتجاه المريض بالتبصير، ماذا يعني هذا الالتزام؟ ما مضمون هذا الالتزام؟ مضمون هذا الالتزام أو معناه بأنه على الطبيب أن يفهم المريض ما هو وضعه الصحي، ما هي حقيقة مرضه، ما هو العلاج اللازم لغرض علاج هذا المرض، وما هي المضاعفات أو النتائج اللي ممكن أن يعانيها المريض فيما لو لم يوافق على تعاطي هذا العلاج. لربما حالة المريض تستدعي إجراء عملية جراحية، فعندئذ على الطبيب أن يفهم المريض ما هي العملية الجراحية المطلوبة لعلاج حالته، وكذلك ما هي النتائج والمضاعفات اللي ممكن أن تترتب فيما لو لم يوافق المريض على إجراء هذه العملية الجراحية. حتى المضاعفات، حتى الآثار الجانبية اللي ممكن يعاني منها المريض بسبب تعاطي العلاج الموصوف أو بسبب خضوع للعملية الجراحية المقترحة، كل هذه أمور يجب أن يوضحها الطبيب للمريض، وهذا هو مضمون الالتزام بالتبصير، وهو يشبه إلى حد ما الالتزام بالإعلام اللي تناولناه في الحلقة السابقة اللي لاحظناه بأنه التزام يلقى على عاتق الشركات السياحية اتجاه عملائها. إذن على الطبيب أيضا التزام بتبصير المريض عن حقيقة وضع الصحي وعن كافة الحقائق اللي تتعلق بالعلاج المقترح أو بالعملية الجراحية المقترحة. أيضا من ضمن الأسئلة أو النقاط اللي أحب أن أثيرها خلال هذه الحلقة، هل يلتزم أو هل يجوز للطبيب كشف أسرار مرضاه؟ طبعا كلنا نعرف بأن هنالك مهن من خلال مزاولتها، من خلال ممارستها، يصل هذا الشخص صاحب المهنة إلى أسرار معينة، إلى أسرار عملائه، ومن هذه المهن مهنة المحاماة ومهنة الطب أيضا. الطبيب عندما يتعامل مع المرضى من خلال عمله، من خلال نشاطه، من خلال مهنته، يصل إلى أسرار كثيرة تتعلق بالأوضاع الصحية للمرضى. هذه الأوضاع الصحية في الحقيقة تعتبر من قبيل الأسرار التي يلتزم الطبيب بالحفاظ عليها وعدم كشفها للغير، وبذلك نصت عندنا المادة 89 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979، ألزم نص هذه المادة الطبيب بحفظ أسرار مرضى. مع ذلك يسمح للطبيب بكشف الأسرار في حالات معينة، منها الإدلاء بالشهادة أمام القضاء. يعني هذا الطبيب إذا استدعي أمام القضاء للإدلاء بشهادته وكانت تلك الشهادة تقتضي كشف سر المريض أو أسرار الحالة الصحية للمريض، فما على الطبيب إلا أن يمتثل لأمر القضاء ويكشف تلك الأسرار، وعندئذ لا يتحمل أي مسؤولية. لربما الطبيب أثناء مزاولته لمهنته يكتشف بأن هذا المريض مصاب بمرض معدي وهو مرض خطير، فعندئذ لابد أن يبادر هذا الطبيب إلى كشف السر، وعندها لا يتحمل أي مسؤولية قانونية. كذلك في حالة ما إذا اكتشف المريض الطبيب جريمة معينة أثناء مزاولته لمهنته، فما عليه إلا أن يكشف حقيقة هذه الجريمة ولا يتحمل أي مسؤولية عن كشف أسرار المريض. طبعا أعزائي المشاهدين، ويانا اتصال ناخذه.
أعتقد انقطع الخط. مع ذلك أذكر حضراتكم بأنه يمكنكم الاتصال على الأرقام اللي تظهر على شاشة البرنامج لكي نستمع إلى ملاحظاتكم، استفساراتكم، أسئلتكم حول قضية البرنامج. فأعزائي المشاهدين، أيضا نواصل مع فقرات حلقتنا لهذا اليوم وهي عن قضية الأخطاء الطبية، وعندي أيضا نقطة أخرى أحب أن أثيرها في هذا اللقاء، وهي ما هي العقوبات التي ممكن أن يتعرض لها الطبيب فيما لو ثبت أنه ارتكب خطأ مهنيا أثناء مزاولته لمهنته. في الحقيقة العقوبات اللي ممكن أن يتعرض لها الطبيب فيما لو ثبت نتيجة التحقيق أو نتيجة إجراءات الدعوة أو المحاكمة بأن هذا الطبيب ارتكب خطأ مهني أفضى إلى وفاة المريض أو إلى تضرر المريض، فهنالك جملة من الجزاءات التي ممكن أن يتعرض لها هذا الطبيب. أول تلك الجزاءات أو أول نوع من هذه الجزاءات هي الجزاءات التأديبية التي تفرض من قبل لجان تحقيقية مختصة تتولى التحقيق مع الطبيب في مسألة الخطأ الطبي الصادر عنه. ويانا اتصال، عفوا خلي ناخذه ونواصل مع موضوعنا. فهد من بغداد، يا أهلا وسهلا فهد. مساء الخير دكتور. مساء الخير، أهلا بك. دكتور. يا اهلا بك، اهلا ومرحبا. اهلا اخ فهد. عفوا دكتور، بس حبيت استفسر من حضرتك، عندي سؤال بخصوص موضوع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى القنوات التلفزيونيه، وهو حاله حسه في محافظه الديوانيه. نعم. شخص طفل يتيم الابوين. نعم. لدغته افعى. نعم. ظل يومين كامل بالمستشفى وتوفى. نعم. كادر المستشفى بأكمله إضافة إلى صحة محافظة الديوانية، الكل يعرف أنه لا يوجد مصل لهذا النوع من السم اللي هو سم الأفعى. نعم. ممكن في هذه الحالة يعني من بغداد يعني ينقل المريض إلى بغداد أو العكس، يعني المصل يجي من بغداد إلى الديوانية، فهذا أنا وجهة نظري يعتبر تقصير من وجهة الأطباء، فبس وجهة نظر قانونيا أنا الصراحة ما أعرف، حبيت أستشير حضرتك. ماشي، السؤال واضح وإن شاء الله نجاوبك عليه. العفو، بالنسبة للحالة اللي تفضل بيها الأخ فهد اللي اتصل بينا من بغداد بخصوص طفل تعرض إلى لدغة أفعى في الديوانية، ولكن للأسف المستشفى ما اتخذت الإجراءات اللازمة لتفادي الآثار اللي ترتبت على لدغة الحية أو الأفعى. وذكر الأخ في سؤاله أو في تعليقه بأنه المصل المضاد كان موجود في بغداد وبقى يومين في مستشفى الديوانية، أعتقد يومين كافية كان ممكن ينقلوه بسيارة الإسعاف إلى بغداد وينطوه المصل المضاد، أو كان ممكن كحل آخر يجيبوا له المصل إلى الديوانية وينطوه إياه دون أن تحدث هذه النتيجة المؤسفة. عموما أكيد ذوي هذا الطفل المتوفي راح يقدمون شكواهم، وأكيد اللجنة التحقيقية راح تتحقق ما إذا كان هنالك تقصير من جانب الكادر الطبي. ولو أنا ما أريد أسبق الأحداث، بس أكيد من وقائع القضية هنالك تقصير طبي واضح، تقصير مهني واضح من إدارة المستشفى بخصوص التعامل مع هذه القضية. أعزائي المشاهدين، كان أتمنى عندي متسع من الوقت أكثر وأكثر لكي نتواصل مع فقرات قضيتنا لهذا اليوم، لكن للأسف الوقت أدركنا وماكو أمامي إلا أن أقول لكم ألتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.